هلأ بننتقل لفقرتنا الأخيرة فرح، موضوع بيهم جميع الصبايا والسيدات، ولا عم نشوف الآونة الأخيرة حتى الشباب عم يهتموا فيه بشكل كتير كبير. كلياتنا بنحلم بوزن مثالي فينا نحافظ عليه من خلال النظام الغذائي بالإضافة للرياضات اللي هي فعلا بتساعد على انخفاض الوزن وعلى جسم رشيق مع خصر نحيل. هي أحلام كل الصبايا. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الكوتش هديل سعيد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، كيفك هديل؟ صباح الرياضة هيك، بس الواحد يطلع فيك يحس بالنشاط هديل. اليوم مثل ما قالت نور، كلياتنا بدنا جسم حلو، بدنا وزن مثالي قدر الإمكان. لما بنحكي اليوم عن أنواع الرياضات اللي بتعطينا يمكن الشكل المثالي اللي نحنا بنحلم فيه من خصر رشيق ومن جسد مشدود، خلينا نقول شو هي الرياضات اللي بنقول بتفصل الجسم. هلا نحن ما فينا نقول عن الرياضة انه هي بتفيد اكثر من الثانية، لانه نحن عندنا كل الرياضات بتنحف، كل الرياضات بتعطي خسارة وزن، كل الرياضات بتشد بتنحت. بس في هون عندنا شغلة بسيطة، انه هي في فرق بين نحن نخسر وزن وفي فرق بين نحن نخسر عضل. هلا الشخص يلي عنده عضل ضعيف ما فيه بيخسر وزن بطريقة بسرعة، فهون بيرجع كمان لرغبة الشخص، شو هو بيحب، شو هو بيلعب، بيرجع لنوع الجسم، لنوع العضل اللي موجود بقلب الجسم. فهون نحن بنختار الرياضة هون محددة، أما نحن نقول إنه رياضة بتنحف أكثر من الثانية ما في أبداً. نحن عم نقول رياضات نوعاً ما مثلاً بتحافظ على خصر رشيق، يعني في كثير من السيدات بتقلك إنه مع جسم فيني أنا أنحت جسمي من بعض الرياضات لو هي على المدى الطويل. شو هي الرياضات اللي ممكن أنا مثلا مارسها لحافظ على خصر رفيع، ورك مثلا مشدود، جسم كمان؟ لأنه أحيانا بنشوف الصبية نوعا ما يعني بس تتزوج أو تخلف بتلاقي هي الأمور تغفل عنها وبتحب تسترجع بوقت سريع. هلا نحن كمان مثل ما حكينا بالاول ما فينا نحدد رياضه معينه، لان مثلا في تمارين، في تمارين معينه، تمارين معينه. ما في عندك سيدات مثلا ما بتحب تلعب ايروبيك، بتحب تلعب زومبا، ما بتحب تلعب اجهزه، بتحب تلعب ايروبيك. يعني هون بدنا نرجع على محبه اللاعب، شو هو بيحب يلعب. هلا انا لحتى احافظ على نظام غذائي صح بدي يكون عندي النظام صحيح، التمارين اللي عم بلعبها تكون بطريقة صح تحت إشراف كوتش، هو بيقول لي شو أنا ألعب. في عندي تمارين الكارديو هي كتير مهمة لنحت الأرداف، لنحت الخواصر، بهالتالي أنا هون بحصل على هالجسم المثالي. قد ايه مهم اليوم توجيهات الكوتش لاي لاعب، خاصه اللاعب الملتزم يلي قادر انه يمكن يتقيد بحميه معينه، قادر يتقيد انه كل يوم انا انزل على النادي العب رياضه مده ساعه، ساعه وربع، ساعتين، الساعات اللي هو بيقدر يلعبهم. قد ايش مهم هذا الشيء، التواصل الدائم والمتابعه المستمره بين الكوتش واللاعب؟ هلا كثير هو يكون مفيد انه في محبه بين الكوتش واللاعب. هون بيصير في عنا بيصير عنا مقاومة أكثر، دافع أكثر، لأنه أنا روح ألعب مثلا، بدل ما ألعب ساعة بصير ألعب ساعة ونص. هون بيصير عندي دافع أكبر أنه ألعب. هلأ الساعات هي كتير مهمة أنه أنا أعرف شو ألعب، ساعة محددة، كيف بلش فيها، كيف أعمل أحماء، كيف ألعب كارديو، كيف أعمل الرياضة اللي أنا بحبها. هون بالتالي أنا بيكون كتير مهم إنه يكون في دافع حب بين الكوتش واللاعب، هون بيعطيه طاقة حلوة أكتر فيها باللعب. بس يمكن كمان الرياضة بدها نفس طويل، يعني لما نقول نلعب رياضة وتمارين رياضية معينة فعلا أنا مثلا أخسر وزن وحافظ على جسم جميل مشدود، بدي نفس طويل وزمن طويل. في كتير من الناس بتقلك مثلا أنا صلي شهر بلعب رياضة بس ما نزل وزني. لا، قديش فعلا بدي فترة زمنية، خصوصا مع الناس اللي ما بتلعب رياضة أبدا، يعني أو هي خاصة مثل نور تنزل يوم تقطع 10 مثلا بس مرة واحدة مرة واحدة بالشهر خلاص. هون قديش فيني أنا إذا التزمت فعلا بهي الرياضة إنه لا بدي مدى طويل، مش من أول شهر أو تاني شهر ممكن أخذ النتيجة المرجوة. هلا النتيجة ما فيك تقوليها فورا، دائما أنا بدي بلش بشي تدريجي. يعني أنا لما بدي فوت على النادي عم بلعب بدي بلش بنظام غذائي صح، أعمل تمرين مناسب للجسم. أنا لما بلتزم بهدول يعني النتيجة بتبين بين
اسبوعين لاربع اسابيع بحد اقصى تنزلي فورا، هون دهون الجسم فورا بتنزل اذا اتبعتي بهالمعلومتين مع النظام الغذائي. صحيح طبعا. شو هي اكبر الاخطاء يلي بتلاحظيها هديل بما انك كوتش اتصال مباشر اليوم، ان كان مع الاوزان كيف بتفرق، شو هي اكبر الاخطاء يلي ممكن ترتكبها السيدات بدون ما تنتبه وقتها يمكن تكسب وزن بدل ما تخسر وزن او حتى بتحافظ على وزنها؟ هلا اول خطا اللي هو الشائع هلا كثير انه انا بمارس رياضه بدون اشراف حدا يعني لحالي، هون انا بتعرض لاصابه. فاتباع العادات هلا الخاطئه هي اللي صارت تعمل لي اصابات، تعمل لي تمزق. فانا بالبدايه لازم انا اول ما فوت على النادي خلي دائما كوتش معي هو يوجهني شو اعمل، كيف احمل وزن، كيف اعمل التمرين. هي من احد الاسباب. في عندي انا من احد الاسباب انه انا ما بنزل بالوزن، انه اتباع نظام غذائي خطا. اتباع نظام الغذائي الخطا هو اللي بيخليكي كمان انه الوزن ثابت ما بينزل. انا بفوت مثل ما قلتي عنا انه هي فوت مثلا يوم بقطع شهر، انا ما بيصير، لازم ضل عم بلتزم لو 3 ايام بالاسبوع. لا تقنع صعب كثير. لازم اجباري الالتزام. طيب خلينا نحكي عن نوع الرياضات كمان. لما نقول مثلا مثل ما قلتي ببدايه حديثك انه في رياضات تختلف، اليوم لما بدنا نقول تخسر وزن ممكن تخسر وزن العضله، الايروبيك يختلف عن التمارين الرياضيه الاخرى. اليوم للسيدات شو اكثر الرياضات يمكن هي نوعا ما ملائمة وبنفس الوقت يمكن ما بتحتاج جدا مجهود؟ هلا اكثر هلا الرياضات اللي دارجة للسيدات عندك الايروبيك، كثير مهم، كثير بينحت الجسم، بيعطي لياقة، بنحف، كثير هو حلو. وفي عندي الزومبا كمان كثير حلوة، كثير حلوة كمان، تعطي رشاقة، لياقة، طاقة حلوة للجسم، بتفرغ خاصة هلا السيدات بيكونوا مهمومين من زواجهم من اولادهم، فهن بيفرغوا هالطاقة السلبية كلها بهالرياضة. ايه تمام. فهدول اكثر رياضتين انا بحس انه السباحه كمان كثير حلوه. صحيح. كمان السيدات، في عندك سيدات بتحب السباحه. ليش بالبدايه قلت لك نحن بنرجع لحب الشخص اللي عم يلعب بالرياضه؟ لانه عندك مثلا في عالم ما بتحب تلعب ايروبيك، ما بتحب تلعب زومبا، ما بتحب مثلا بتحب تلعب زومبا ما بتحب تلعب ايروبيك. فهون نحن هدول الرياضات بنرجع لحب اللاعب شو بده يلعب. عرفتي كيف؟ بس هلا اكثر مثل ما حكينا انه اكثر الرياضات اللي منتشره حب للبنات هي الايروبيك والزومبا. انا هي اللي عم شوفه كثير. هدي اليوم دائما في سؤال، امتى الوقت الصح اني انا انزل اتمرن؟ هل هو الصبح اول ما نفيق او بعد الظهر؟ ام بيكونوا في حتى صبايا بحبوا يتمرنوا المساء، شو هو الوقت الصح برايك؟ الوقت الصح انا برايي الصبح، لانه الصبح على معده فارغه بتكون رياضه كثير مهمه، يعني بتحرق اكثر من اللازم ب 20% دهون. بس في عندك هلا الاوقات، في عندك عالم هلا بهذا الوضع عم تشتغلي من الصبح للمساء ما عم تلحق. بس دائما لا يقل انه لازم العب انا ساعه محدده باليوم، ان كان المساء ان كان الظهر ان كان الصبح، حسب فضات الشخص اللي بده يلعب. في عندك الوقت اللي لازم انا العب، مثلا انا بدي العب المساء لازم اكون موقفه اكل قبل بساعه ونص، لانه عندك الدم بده يفرز للعضلات، بده يفرز لحتى يبلش عمليه الهضم. فانا هون شو بدي اعمل؟ بدي اقطع الاكل قبل بساعه ونص ما انزل على الجيم. بدي انتبه لبعد التمرين شو كمان بدي اكل. هاي نقطه مهمه يعني بدي اسالك عنها، لانه في كثير من القصص بتصير اختلاطات قبل الرياضه وبعد الرياضه بيقوموا فيها المتمرنين. شو هي التحذيرات اللي لازم انا مارسها او ابتعد عنها اثناء ممارسه الرياضه؟ اشياء ممنوع انا اعملها قبل او بعد الرياضه؟ تمام. هلا انا لازم انتبه اكثر شيء قبل بساعه ونص ما اكل وجبه ثقيله، اكل وجبه خفيفه لحتى انا اجي العب مرتاحه. هلا في عالم تجي كوتش هلا اكلين وجايين ببلشوا يدوخوا ببلشوا، ما بيصير. لازم انتبه على طبيعه الاكل، اهم شيء بالرياضه، ان كان بتنزيل الوزن ان كان بطريقه التمرين. فانا لازم قبل التمرين بساعه ونص كون انا عارفاني شو اكل وجبه خفيفه، كمان بعد التمرين بساعه على الاقل هون، بعدين بحاول انا اكل كمان شيء خفيف. يعني دائما نلتزم بساعه بساعه، هون وقتها بنحافظ نحن على التمرين صح ولياقه صح. هلا يمكن كمان مو بس قبل بساعه وبعد بساعه، هدي يمكن حتى بتدخل بنوعيه الاكل، خاصه لاصحاب الاوزان الكثيره بتعدوا عن بحمياتهم، يمكن عن
الكربوهيدرات بشكل كتير كبير، لكن اليوم التنويع بكميات قليلة ومدروسة، هذا الشيء ممكن يعطينا الوزن اللي نحن بدنا اياه او لا؟ قال الكوتش امتناع يعني امتناع. هلا نحن دائما لازم نلتزم بوجبة الفطور والغداء والعشاء بثلاث شغلات مهمين، هدول العناصر ندخلهم، عندك البروتين، الكربوهيدرات، الدهون الصحية. أنا إن كان بوجبة الصبح أو بوجبة الظهر أو بوجبة العشاء أنا لازم التزم بهدول الثلاثة. أنا مهما التزمت بهالثلاث عناصر التزمت بطبيعة الأكل اللي أنا عم باكله كميات قليلة. طبعا مثل ما قلتي نحن ما بنمتنع عن كل شيء، نحن بنحاول ندخل مثلا السكريات، بنحاول نلجأ للسكريات الطبيعية، بنبتعد عن السكريات المصنعة، عن العصائر المصنعة. فهون أنا بحاول التزم بهالثلاث شغلات بالأساس، لما بلتزم فيهم بلاقي نتيجة صح. لابد من انه نحن يوم بالاسبوع نعمله فري، ندخل اكلات الحلو واكلات الايام، يوم واحد مثلا البيتزا، المعجنات، هدول الشغلات كلياتها بندخلها يوم واحد، قطعت حلو بس كمان مو مثلا يوم فري نحن ندخله يعني شيء كبير، لا. في عالم بفكروا من الصبح للمساء، ايه هي عالم بتاكل شيء بتاكل معجنات بتاكل مثلا حلو، لا ما بيصير. هو لازم كمان اجي اكل يعني مثل ما بيقولوا الشهوة الفرق تبع الاسبوع كله من خلال هيدا النهار، لا ما بيصير، كمان شيء خفيف يعني. اكيد نصائح ومعلومات كانت معك اليوم الكوتش هديل سعيد، نتشكرك على وجودك معنا. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك، شكرا لك هديل مره ثانيه، ونهارك حلو يا رب. حبيبه قلبي نهارك سعيد، فرح